أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل عنده معرض لبيع السيارات. عنده؟ يقول أحسن الله إليكم: رجل عنده معرض لبيع السيارات، فيأتيه رجل آخر يشتري منه هذه السيارات، ثم يقوم هذا المشتري ببيع هذه السيارة لزبون آخر، فيأتي هذا الزبون المشتري فيبيعها مرة أخرى على صاحب المعرض، فهل يجوز هذا؟ إن كان هذا عن مواطأة واتفاق بينهم فلا يجوز، أما إذا كان من غير مواطأة ولا اتفاق بينهم فلا مانع من ذلك، ولكن هو إذا اشترى السيارات لازم ينقلها ويبيعها من مكان آخر، ما يخليها من محل البائع، ينقلها من مكان البائع إلى مكان آخر ثم يبيعه. نعم.